السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. للأسف اليوم عندنا خبر محزن، وهو من ولاية أورفا التركية، وهو إلقاء القبض على صاحب متجر في أورفا اعتدى بالضرب على طفل صغير متسول، ومن ثم رفعه وألقاه على الأرض بوحشية. والسبب أن الطفل يدخل إلى متجره باستمرار لكي يشرب الماء. وراح أخليكم الفيديو اللي يظهر أمامكم بالشاشة. حسبي الله وهو نعم الوكيل.